تؤاخذني يا أخانا، الحمام معطل لإجراء بعض الإصلاحات. إذن فهو الوقت المناسب. فأنا لم آتي لأستحم، أنا رجل فقير وأبحث عن عمل. لا أرى لك عملا في هذا المكان، اذهب من هنا هيا. بصراحة يا معلم، أنا أجيد التدليك والتليف والتكيس، ويمكنني أن أساعدك في الإصلاحات التي تجريها. نعم اذهب من هنا، فعندي من الأجراء والعمال ما يكفي. هيا. حسنا، لن أطلب منك أجرا حتى ترضى عني. جربني، جربني عندك 3 أيام بلا مقابل، فإن لم أعجبك زحلقني. 3 أيام دون مقابل؟ كما قلت لك، إن لم أعجب زحلقني. تبدو نشيطا، ويجدر بي أن أساعدك. ستطوق عنقي بجميل لن أنساه. ها، قل لي، هل سبق أن عملت في حمام؟ لا يضاهيني براعة، لا مدلك ولا مكيس ولا مليف. بورك فيك، ادخل فاستحم وتهيأ للعمل. حسب، ألم تقل إن الحمام معطل؟ الحق ليس معطلا، لكنه محجوز لأشخاص معينين. فهمت. ادخل ولا تتفاصح، هيا. أمرك يا معلم. ما رأيك بشراب العسل؟ من أرسله لي؟ لا أحد. أنا رأيت بأنك متعب، وقلت لنفسي إن بعض شراب العسل سينشطك. بارك الله فيك يا حسن. بالهناء والشفاء، إذا أحسست بالجوع ما عليك إلا أن تطلبني، وسأحضر إليك ما تشاء. ماذا تفعل مع الخدم أيها الأحمق؟ لا شيء يا سيدي، لقد طلبت منه الماء وقد... خذ 3 من رجالنا واذهب إلى الحمام، فتشوه تفتيشا دقيقا، ولا تدع داخله إلا صاحب الحمام والمدلك. أمرك سيدي. اسمع، كن حذرا ولا تفتح الباب إلا حين حضورنا أنا والمقدم صلاح. متى تحضران؟ عند هبوط الظلام، سأدق الباب 3 دقات متباطئة، مفهوم؟ مفهوم سيدي. هيا. لقد نظفته وعطرته وبات جاهزا لاستقبال سيدي المقدم. الله. أنت تبقى ملازما عند الباب، وأنت تقف عند ذلك المدخل، وأنت تراقب كل حركة يقوم بها صاحب الحمام هذا. لتكن مطمئنا يا سيدي، فأنا حريص على حياتي وعلى حمامي، ولهذا سأكون كما تحبون وترغبون. المقدم صلاح لم يعد يثق بأقرب الناس إليه. يا عيني على الحمام، أنا إنه المدلك يا سيدي. الأوامر أن لا يظل أحد في الحمام إلا صاحب الحمام والمدلك. سمعا وفاء، سأصرف جميع الأجراء الآخرين. يا سيدي، جهزت لصاحب الشرطة كل ما يتمناه ويشتهي. انتظر. دعني أفحص هذه الأشياء. ليفة، كيس تدليك، صابونة، طاسة، منشفة مبخرة بالعود، منشفة معطرة بالياسمين. شم؟ جيد، اذهب إلى عملك. هيا. حسن. أنا آت، لا أسمع، لا أتكلم، لا أرى، لا أخرج. ماذا يفعلون هنا؟ لا هيا. أمرك سيدي، هيا انصرفوا. تحرك. هل تأكدت من كل شيء؟ نعم يا سيدي، أعددنا لك عربة عادية لا تلفت النظر. دعنا نصطحب بعض الجواري. لا يا سيدي، جاريتان موثوقتان فقط، بدونهن أفضل. على كل حال، هيا نفسك للذهاب للحمام. حمام بلا جارية كسفينة بلا سارية. هي، تعال أنت. أنا يا سيدي. تعال، ماذا تفعل هنا؟ أبدل الورود يا سيدي. من وظفك؟ العمرجة بموافقة كبير الحرة. اذهب، اذهب إلى شأنك في المطبخ. هيا. حاضر.
انهض انهض هيا انهض. شرفتم الحمام وشرفتموني ايها السادة الكرام. من هذا؟ إنه المدلك يا سيدي، أمرته أن ينظف الحمام ويعطره فناله شيء من التعب. قم يا رجل، قم انحني لسادتك، هيا قم. سادتي سادتي حسن. العفو والمعذرة يا سادتي، خادمكم الأمين مصباح. مرحبا بسيد الرجال، لقد نظفت الحمام وبخرت المناشف، فهل كل يوم يؤنسنا بطل الأبطال وسيد الرجال بتشريفه؟ أنت تعرفني يا هلا. بالطبع، ومن لا يعرف الرجل الذي يرتعد لذكر اسمه عتاة اللصوص وكبار المجرمين؟ كم أتشرف بأن أكون تابعكم المخلص يا سعادة المقدم صلاح الدين الكلبي. تفضلوا يا سيدي تفضلوا. افتح عينيك يا عثمان، يجب ألا يغادر أحد منكم مكانه. اطمئن يا سيدي اطمئن. لقد تحققنا من كل شيء يا سيدي. تولى إدارة الحمام. أمرك سيدي. أما أنت وهذا المدلك فستقومان على خدمة المقدم صلاح في الداخل. هيا بكل سرور يا سيدي. تقول يا سيدي هذا من واجبنا. حسنا هيا. انتظر أوامرك يا معلمي. هيا نفسك، سيصل المقدم صلاح في الحال. هيا بسرعة هيا. حسنا حسنا لما الصراخ. حسنا يا مرحبا بك يا مقدم صلاح. تعال. لا حديث لنا نحن المدلكين،
سوى بطولتكم وفروزيتكم وقدرتكم على هزيمة الإنس والجن. أصحيح ما تقوله يا عبتر؟ أجل يا سيدي. ويقولون أيضا لو أراد المقدم صلاح الدين الكلبي أن يكون مكان الوالي لفعل، لكنه لا يحب كرسي العجائز بل يتوق للصراع والقتال ويعشق النضال. نعم. الآن أستطيع أن أقول لكم حمام الهناء يا سيد. ابقى هنا، أكره البقاء وحدي في الحمام. هل أدعو رجالك ليستحموا معك يا سيدي؟ فالحمام واسع والماء كثير والصابون وفير. حسنا، دعهم يأتوا، ولكن دع أحدهم يقف عند الباب. سأتولى الحراسة بنفسي يا مولاي. لا تغادر قبل أن أطلبك. حسنا يا مولاي، سيدعون لك إن أشركتهم في هذه النعمة يا سيدي. لا تغادر الباب أبدا، وابقى إلى جوار الشرطي. صوت واحد منك يكفي لأن نكون إلى جوارك. لا تخشى شيئا يا سعادة المقدم، تفضلوا واستمتعوا بهذا الحمام وبخاره ومائه الدافئ. سأحضر لكم الصابون الممسك والحناء المعطرة بالطيب أيضا. تفضلوا. أريد أن أبخر الثياب. تبخرها؟ أجل، هذه رغبة المقدم صلاح. أحمل معي. أحمل، تعال معي.
لولا خشيتي أن يعرف الوالي بالأمر لقتلت عمر وقتلت معه كل من يردد الشائعات. قتله وبال علينا في هذا الوقت، كان عليك أن تتخلص منه قبل أن يعرف الوالي بأمره. أما الآن فأطلق سراحة. كم كنت مصيبا باقتراح الحمام يا عثمان. أليس كذلك يا سيدي؟ يا مقدم صلاح،